إحدى نجمات عصر الفن الجميل تألقت برشاقة وصوت عذب، مما فتح لها باب الشهرة على خشبة المسرح وشاشة السينما. تاريخ الفنانة درية أحمد يزخر بأعمال فنية لا تنسى، لقد تركت أثرا عميقا في قلوب محبيها وسطرت مسيرة فنية متألقة وتركت الفن في قمة شهرتها. تجاوزت درية أحمد الحدود الفنية والتحقت بعالم الفن عبر بصمات خالدة. تعالوا لنتعرف على أهم المعلومات عن هذه النجمة وأبرز محطات حياتها. درية أحمد من مواليد 24 من سبتمبر عام 1923، اسمها الحقيقي حكمة أحمد. صوتها الرائع جعلها تبدأ مسيرتها الفنية كمطربة في الإذاعة المصرية قبل أن تخوض تجربة التمثيل بناء على نصيحة زوجها. انطلقت درية أحمد في مجال الفن عام 1941، حيث امتازت في بداياتها بالغناء قبل أن تدخل عالم السينما وتتحول إلى ممثلة ماهرة، حيث تألقت في أدوار الشخصيات الريفية بإتقان. من أهم الأفلام التي شاركت فيها مغامرات خضرة وخضرة والسندباد القبلي، والعاشق المحروم، الطائشة، المصري أفندي، ما كانش على البال، دلوني يا ناس، نحن بشر، توبة، الحسناء واللص، غازية من صنباط، والدم بيحن. من أغانيها عارف والعارف لا يعرف، وعلي علي بتاع الزيت، ويدلوني يا ناس دلوني، وخلاص يا قلبي خلاص. شهدت حياة الفنانة درية أحمد 5 زيجات متعددة، حيث تلاحقت أحداث الزواج والانفصال في مسارها الشخصي. بدأت مسيرتها الزوجية لأول مرة عندما كانت في سن 16، استمرت زيجتها تلك لفترة. بعد ذلك تزوجت من رجل الأعمال عبد السلام نوح، لكنها انفصلت عنه وهي حامل بابنتها الشهيرة الفنانة سهير رمزي. ثم تزوجت من المنتج السيد زيادة، الذي اهتم بشكل كبير برعاية ابنتها سهير التي لم تعرف والدها الحقيقي حتى بلغت سن 13. في ذلك العام انفصلت درية عن السيد زيادة وعادت لزوجها الأول والد سهير الحقيقي عبد السلام نوح، وعادت معها بطبيعة الحال سهير لتعيش مع والدها الحقيقي لفترة وجيزة. إلا أن هذا الزواج لم يدم بل انتهى بعد عام واحد فقط. استكملت درية أحمد مسيرتها الزوجية بالزواج للمرة الرابعة من المستشار محمد العلايلي، وشهدت حياتها الزوجية أيضا زواجا سريا من الفنان محمود المليجي، ولكن علوية جميل زوجة محمود المليجي اكتشفت هذا الزواج وأجبرتها على التخلي عنه، كما قامت بتحفيز الفنان إسماعيل ياسين لطرد درية أحمد من فرقته بسبب تلك الزيجة. هكذا كانت أحداث الزواج والانفصال تتوالى في حياة الفنانة درية أحمد في مشهد مليء بالتحديات والأحداث المثيرة. في ذروة شهرتها وتألقها اتخذت درية أحمد قرارا كبيرا، حيث قررت أن تخطو خطوة جديدة لأجل ابنتها الفنانة سهير رمزي. وبالرغم من مكانتها في عالم الفن، قررت نجمتنا التخلي مؤقتا عن مسيرتها الفنية لتكرس وقتها وجهودها لرعاية ابنتها ودعمها في رحلتها داخل عالم الفن. رغم تجاوب الجمهور مع هذا القرار وفي ظل تضحيتها من أجل ابنتها، لم تبقى درية أحمد في حزن أو انزعاج، بالعكس احتفلت بهذه الخطوة الجديدة بطريقة معبرة، فقامت بتوزيع شربات احتفالي إشارة على فرحتها باعتزالها ودعمها الكامل لقرار ابنتها سهير رمزي بدخول عالم الفن، وكانت تدعم هذا الخيار لابنتها بشدة. ومنذ تلك اللحظة لم تعد درية أحمد إلى عالم الشاشات إطلاقا، وفضلت الابتعاد عن الأضواء والعمل في الكواليس خلف ابنتها. في 3 أبريل/نيسان من عام 2003 رحلت درية أحمد عن هذا العالم، تاركة وراءها إرثا فنيا كبيرا يستمر في إلهام وإمتاع الجماهير.